يا الجزائريين، وصلكم نداء من عند البريتيش اون بيرسون، قالوا لكم يا الجزائريين اسمحوا لنا نعاودوا نفتحوا صفحه جديده رانا ندمنا. واش تجاوبوهم يا الجزائريين؟ كل واحد يخلي لي رايه في التعليقات. خلي رايك خويا الجزائري. على كل حال انا نعرف رايكم، راكم خاوتي ونعرفكم مليح كيفاش تخموا. على بالي كامل تقولوا ما كانش السماح، السماح راهو في العداله، هنا ما كانش السماح. تغلط تخلص قدام الجزائري. راح نعدلكم فيديوهات تشبعوا ضحك تشبعوا ضحك لمراركة يحاولون توقيع معاهدة السلام مع الجزائريين، لكن بالطبع فشلت. ما كانش كيفاش. ماذا بكم كامل يا خودي كما كانوا هما يستشفوا فينا وينشروا الفيديوهات، الفيديو هذا تنشروه، تخلي لايك، خلي لايك، ما راك خاسر والو خويا الجزائري، باش يوصل للجميع. وتعليقاتكم كما قلت لكم. ايا نبداو بالفيديو الاول. ايا تراه واش راح تقولنا نتايا؟ يا ربي يا ربي، ما باغيش نطلع الجزائريين، ما باغيش نشوف لهم في وجههم. عافاكم اخوتي الجزائريين، غير كنا ضاحكين. ما حبش يبين وجهه يا خاوتي. حشم، ما تحشمش، نورمال نورمال، الوجه تاعكم موالف. ايه موالف بالصفعات. واحنا خاوه خاوه وما بيناتناش هاد الشيء. وخوتنا هذاك ولينا خاوه خاوه المصريين. والله يا جدعان، والله بنحبكم، وتوانسه خاوتنا، والله نحبوكم خاوتي خوتي. يا ودي طفرت فيكم اقسم بالله. كان عندكم شويه كيما نقولوا فرصه، لكن ضيعتوها في الدقيقه 90، ضيعتوها كيما ضيع حكيمي البينالتي. اي نسقسيكم دركا كي ضاعت البينالتي الماتش راح يتعاود؟ ما راحش يتعاود كيما هكذاك بعد. اي نديكم عند واحد على العام، وهو يتهجم على الجزائريين والمنتخب الجزائري، والان راهو يطالب في معاهده سلام. اسمعوا واش يقولها. شوف، نداء لكاع الجزائريين، كنتو معكم في هذه اللحظه ديال الغضب، يلا تقسيم. قال لك نداء الى كل الجزائريين، شغل نداء عاجل هكذا. غادي ندوي معاك كلام حق، كمل الفيديو حتى الاخر. غنقول لك كلام قاصح، وهنا غنحكموا على راسنا، وبارطاجي مع الجزائريين صحابك، وبارطاجي مع المغاربه، ما كاينش المشكل. شوف، شجعتي ضدي وشجعت ضدك، بالحق انت اللي بديتي. لحقاش في 2019 شجعناك، ملي ربحتي فرحنا وشهدتوا بهذا الشيء، الفيديو كاينين، التوقيت بلاضا، فرحنا ليكم من القلب الخالص. كي ماركا ليكم محرز، هدف الفوز. معليش هذه اني معاك فيها، فرحتوا لنا وكلش مريقل هكذا. ركله حره، فرحنا احنا مغاربه، ما عندناش علاقه بالكاس، كيف فرحنا ليكم كاننا احنا جيتي انت شجعت ضدي في المونديال. هاكاك عقل. يا سيدي، قبل ما نجيو للمونديال واش صرا؟ قبل ما نجيو للمونديال قول لي برك يا الفايح واش صرا؟ ماشي انت هما اللي شجعتوا الكاميرون؟ ماشي انت هما اللي قلبتوا ايكامبي بطل قومي عندكم؟ وبلا ما ننساو ثاني كاس افريقيا الماضيه، كي تقصينا ثاني يا خاوتي، ماشي فرحوا وداروا احتفالات؟ تما انتو هما اللي بديتوها في الصح. لا هادي جينا حنا شنو عاوتاني؟ فرحنا ليكم كي تقصيتو، جيتو نتوما عاوتاني، تبع دوزتو ليله من افضل الليالي، كي تقصينا حنا وضيع حكيمي الهدف، كلشي شاهد، ماشي مشكل عادي. شنو دابا تعادلنا واخا؟ شنو ندوز في حاجه جديده؟ اللي بالنا وش يا ودي. شوف اسمع اسمع، نقول لك حاجه، انا من عندي ما راحش نبدا معاك صفحه جديده، لانك انت يا برتوشي غدار، لانك انت يا برتوشي لو كان نبداو معاك صفحه جديده غدوة صباح راح تغدر بينا. الجزائريين كامل حفظوك والله، وراح تشوف التعليقات يا خاوتي. قولوا له في التعليقات راكم حابين تبداو صفحة جديدة معاهم. تبداو صفحة جديدة؟ كل شجع منتخب ديالو، ما تشجعني ما نشجعك، تشجعني ونشجعك، شنو بالك؟ اختار اللي بغيتي. هاو كأس افريقيا وعدنا، هاو العام. كي شغل يا خاوتي كأس افريقيا كي عندهم راح ما على باليش واش ديروا، ما راح دير والو. وفي بالك زعما راح تديها؟ يا والله ما تديها يا ودي، يوم نسحقوكمش تشجعونا من الاخر، اخبط راسك على الحيط. اتقبها النقب، شنو بالك؟ بارطاج الفيديو وقول لي في الكومونتير، انا نقول لك راه كنعقلو، راه تنعقلو وتنحقدو، ضحك واحتفل كيف ما بغيتي من حقك. بنادم راه كيتفرج في القهوه وما صدق مهرس سميتو مكوسر معيط اللي بنادم على المخزن وشادينو بسبب المنتخب، راه تنعقلو، راه ما تنساوش ما ترحموش كيما نتوما عرفتيني ما كتنساوش، ولكن البادي اظلم انت اللي بديتي. اصاحبي كندوي من الفراغ، راه تنقول لك انا ولد الشعب، راه ما كنفلتريش الهضره اصلا، ما كاينلاش، نقول لك اللي كاين. شوف اسيدي، او جاي يهدد ولا كيفاش؟ عبالك في وسط بلادك واش نديرو لك ولا ما على بالكش؟ عبالك بالكف بالسقله بالسقله في وسط بلادك، اقسم بالله ميمي سته وما يفريهاش معاك. راكم مازلتو ما تعرفوناش مليح، اقسم بالله. صافي يلا كوراج وجاوبني وخليني ناخذ منك موقف. كلام صحيح يا خاوتي يا خاوتي، جاوبوا في التعليقات قولوا له والله العلي العظيم ما رانا سامحين لكم، والجزائري راح يبقى يحرش بيك اليوم وغدوه، ونشوفوا واش تقدر دير زعما في بلادك، نشوفوا واش دير يا خويا، زعما طايحين خشان وكذا. يا ودي دوك نشوفوا، قلناها لكم دوك نشوفوا من قبل، وراني نزلت عاودتها لكم الان، دوك نشوفوا واش ديروا.
خاوتي نزيد نديكم عند واحد برتوشي راهو في حاله مسكين راهو بالسيروم من الاخر. تفضل خويا الجزائري تفضل. طيب خاسر وانتم تتكركروا شكون تجمع دابا عندي فطر بعانات تجمعوا مصريين وتوانسه وجزائر شكون اللي كد عليهم كد عليهم انت كلشي كيد لك المطار المطار اخو المطار يا ربي تقلب مو ديك الطياره تكابر. قال لك كيفاش راح نردوا عليهم على المصريين والجزائريين هايا كيفاش درك هايا كيفاش بواش راح تقابلونا فهمونا برك. واش بطوله كامله جيبنا لعاب واحد بطوله في المغرب كامل مع جزائري دابا نهضروا باللوجيك دابا خلي جيتي دوي مع جزائري وعاد حيدو هادو ما عادين عندهم جوج نجمات ما عندك ما دوي مع حيدو جيتي دوي مع المصريين عندهم سبعه هما علاش كيتقلقوا على المصريين عندهم سبعه د لاكوب وكيتقلقوا من سبعه راه واخا تبقاو جالسين عامين اش فين تجلسوا قرن تونس هاد الدواء في 2004 عندهم نجمات هما ساحل اخويا الطياره من 96 من الطياره ماشي 96 نصحح لك 76 فرق بين 96 96 هنا هنا لكن انت ديت الكاس القزديريه من 76 يا رب الله كنت راعد وحق لي يلا الملك الوطن الطياره هذه هي من الاخر. خاوتي كاين واحد الملاحظه برك ما لاحظوهاش بزاف من الناس واللي لاحظها جزائري اللي نوجه له الف تحيه وتحيه دار تحليل حول مرابط هذاك اللاعب اللي قال لك اسطوره واللي قلبوه على كل حال جماعه الانجليز تحريشه يعني الصحفيين تاع الانجليز تحريشه قال لهم خبر سيء يعني انه هذا مرابط راح يرجع هذه صحافه الانجليز. معليش هذا الجزائري يا خاوتي قالوا حاجه ايجابيه دار عفسه مليحه بزاف اسمع واش قاله تفرج خويا الجزائري. تامنوني بربي خاوتي انا عييت نتفرج في البون ونشوف بصح كاين واحد اللاعب عنده واحد الحيله وعنده واحد الانتيليجون هو مرابط وين تبان الحيله تاع نيمار وميسي وكريستيانو. البارح في الماتش تاع جنوب افريقيا بنعاني دار البطاقه الحمراء متعمد بنعاني هكا بيدي بطاقه حمراء في ميسكو ماله بيروح يدوش بالخف بيروح يقضى بلاصته في الطياره حدا الثقه كاش يتحل بلاعب بصح مرابط صعيب والله صعيب بس دير الصور تكون مغربي يا حشيري والعادة برب اك تسمع خويا الجزائري واحد ما تحل بلها هذه لانه كان فايق السيد كان انتيليجون او والله دا حمراء باش يخرج هو الاول ويحكم البلاصه المخيره ويضرب فيها دوش والسلام عليكم. شفتوا كيف قلبناكم تحريشه ما كانش يسمح ديروا الفين فيديو 3000 فيديو الجزائري ما راحش يسمح لكم راح يزيد يقنطكم يهبلكم يخرجكم من عقلكم وخبطوا راسكم على الحيط. خاوتي كامل كيما وصيتكم خليوا تعليقاتكم خليوا لايكاتكم خلي اللايك اطغى باللايك خويا الجزائري نعيشوهم في قنطة اللي جامي عاشوها في حياتهم يعني. سلام عليكم وتحيا الجزائر اليوم وغدوة.